بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد الابدين كلها امين. اسرتي ايقونه في الكنيسه وانجيلي هو دليلي. ايات الكتاب المقدس اللي بتساعدنا على الحياه الاسريه المسيحيه الحقيقيه. في سفر يشوع بن نون اصحاح 24 اكتر من مبدا. ناخد النهارده مبدا مهم من ايه 20 و21 و22. في آية 20 يشوع بن نون يكلم شعب بني إسرائيل ويقول لهم إذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة يرجع فيسيء إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم. وهنا نتعلم مبدأ مهم في حياة الأسرة، إن عندما تدخل آلهة غريبة في حياتنا فنحن نغضب قلب الله، والله ممكن يسيء إلينا، بمعنى أنه يرفع نعمته عننا. الله لا يعمل عمل إساءة ولكن يرفع نعمته عننا فنضل الطريق ونبعد عن الحياة المقدسة. آلهة غريبة في حياة الأسرة هي سيطرة أي محبة أخرى على قلوب أفراد الأسرة غير أنهم يرضوا ربنا، سيطرة أي فكر غريب. إحنا بنعاني في هذه الأيام وفي هذا القرن من سيطرة الميديا على الناس، سيطرة الميديا على البيت وعلى الشباب وعلى الأطفال وعلى الأهالي أيضا. فنحن نحتاج أن ننتبه، لأن أحيانا بتسيطر علينا فتفقدنا القدرة على الطريق السليم وتفقدنا القدرة على اختيار الحق في حياتنا، تفقدنا القدرة على التمييز ما بين ما يرضي الله وما لا يرضي الله. أيضا من الآلهة الغريبة التي قد تدخل حياة الأسرة الصدقات الغير مقدسة، سواء من الزوج أو من الزوجة أو حتى من الأولاد. نحتاج أن نختار صدقات مقدسة نتعامل معها ونتشاور معها ونتكلم معها ونسمع لهم ويسمعوا لنا، لأن هذا الأمر قد يدخل عبادات وآلهة وسيطرة أمور غريبة في حياتنا كأسرة. أيضا من الآلهة اللي ممكن تفسد حياتنا محبة المادة والماديات، اللي قال عنها الله المال هو أصل، محبة المال هي أصل كل الشرور. إذا سيطرت على الزوجين أو عليهم مع بعض أو على طرف منهم ممكن تفسد العلاقة المقدسة في الأسرة المسيحية. لننتبه. أيضا من الآلهة الغريبة اللي ممكن تدخل حياتنا محبة غريبة لطرف آخر من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة، أو يميل القلب لأحد لإنسان تاني، أو يميل الإنسان يا قلب الإنسان لفكر جديد. نحتاج أن ننتبه من هذا، كل واحد فينا يفتش في قلبه في أفكاره في ميوله لألا تدخل محبة غريبة فتفسد قداسة العلاقة في الأسرة المسيحية وعلاقتهم بالله. أيضا من الآلهة الغريبة اللي ممكن تدخل حياتنا الأنانية والذاتية ومحبة النفس والتقوقع في النفس والتحوصل في حياة الإنسان بينه بنفسه، ولا يبحث إلا عن اهتماماته الشخصية وسعادته الشخصية وتمتعه الشخصي وينسى الآخر تماما حتى لو كان شريك حياته. ونحن شركاء في الحياة، ممكن طرف من الاثنين ينسى نفسه، ينسى الآخر ويفكر في نفسه فقط. أيضا من الآلهة الغريبة اللي ممكن تدخل حياتنا وتفسدنا وتفسد حياتنا من الداخل أي مبادئ غير مسيحية، زي مثلا ما بنشوف في العالم دلوقتي مبدأ الحرية المطلقة التي بلا حدود، مبدأ الاستغناء عن الله والاستغناء عن الإيمان والحياة بصورة مادية تماما. آلهة غريبة مثل عدم الاهتمام بالعقيدة والروحانيات المسيحية على أساس أن ده جزء في كنيسة لكن ما يبقاش في المجتمع وفي حياتنا. لا، نحن نحيا بمبادئنا في كل اتجاهات حياتنا في كل زمن وفي كل وقت. أيضا من الآلهة الغريبة أن عدم المسؤولية عن الأبناء. أحيانا بنشوف دلوقتي أسر ولادهم يوصلوا لسبعة 18 سنة خلاص هم حرين مع نفسهم، حتى طريق ربنا لو بعد عنه ما يبقى هما مسؤولين نفسهم. لا، نحن نحتاج أننا نؤكد مسؤوليتنا عن خلاص نفوس أولادنا وأسرنا كلها. أيضا من المبادئ
والآلهة الغريبة اللي بتدخل في حياتنا أحيانا، الإحساس بأن الانفصال بين الزوجين هو الحل للمشاكل، وده يبقى فشل للطرفين وليس تأكيد للمحبة المسيحية الحقيقية الخاضعة لوصية ربنا اللي توصلنا لحل المشاكل وجود توافق. أيضا من الآلهة الغريبة اللي ممكن تدخل وتفسد حياتنا هو الارتباط بالأهل أكثر من الارتباط بشريك الحياة. نحن نحتاج أن ننتبه لهذه الآلهة الغريبة اللي كل واحد منهم بعد كده يمكن يحتاج شرح وتفسير وتعليق. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.